شكون هذا؟ شكون؟ الو الو، صدعناه الاول. الو الو، اوف، حصلت يا ولد الحرام. شكون؟ سي عمر؟ انا ما عرفت شكون كان يسلسل ويهرب. لا راه خدامه كنقيدو، مي اللي جا معاه تنقيدو. واخ كلشي جا، باقي ها حبيبي سدات هنا. ادخل يا صاحبي. صباح النور. صباح النور. صباح سيدي بنور. اجي اجي صباح سيدي بنور. اش داكشي؟ هاي الساعة؟ 8 الا ربع. اها 8 الا ربع. أنا جيت في 8 الا ربع. الخدامة جاو في 9، انت جيتي في الدم 8 نهارو. الدنيا غادا مارش عريان. واش شحال هادي الساعة سي العربي؟ واك 8 ونص. 8 ونص. اش غادير دابا؟ انت بلاتي اش غادير؟ نقيد 8 ونص. حبيبيس صافي اش غادي قيد 8 وصافي. علاش قيد 8؟ واه قيد 8 وحنا خدامين بحال بحال، مرة ضرك عليا ومرة ندرك عليا. لا ما ضرك عليا ما ندرك عليك، مال ندرك عليا، جيتي في 8 وتقيد 8 ونص. صافي درت 8 صاحبي. واش جيتي انت في 8؟ لا باش جيتي؟ 8 ونص. ايوا نقيد 8 ونص. عرفتي غدير؟ هكا واحد 10 دراهم وهنينا صافي. اشنو؟ 10 دراهم وصافي مشيني مشك. الرشوة. الرشوة. جيتي في الرباق. نخرج عليك. بلاتي. الرشوة من حرام قالك. دابا واش ماشي حشومة عليك انا ما نبقاش فيك انا. علاش غتبقى فيك؟ واش كتشوف السي عمر شاد معايا انا الضد؟ ايوا. كنجي معطل بعض المرات ويلا ديك النهار شنو راه يكسب بيا الادارة. مزيانة فيك. الوليدات كتجي سكران كتجي معطل يجري عليك انا. الله يعفو عليا اش غادي دير؟ الله عافي عليك انت. غير هذه المرة عبد الرؤوف فاطمة. صافي ما باقيش نجي معطل. شوف دير 8 ومرة أخرى ودابا بغيتيني نخرج الزنقة. من غادي نوكل الدراري والمرا يلا ولدات ودارت العمليه، كي غادي ندير انا دابا؟ ما نلقاش فيك انا دابا. صافي دير 8 صاحبي، دير 8 صافي. غير هاد المره. غير هاد المره ما نبقاش نعاود. مره اخرى دبر راسك. صافي مره اخرى نجي في الوقت. يلا سير. دير 8. وصافي. وقيدها. وصافي تصدعتينا طلعتي لنا الدم. صافي نعول عليها. يلا صافي سير. قيد 8. مصيبه معاك انت. اجي لهنا. اشنو؟ دير هذيك هنايا. قلتي ما كتاخذش الرشوة. أنا ما كناخذش الرشوة، جيبي ماشي شغلي. أنا ها هي، جاب 10 دراهم ما كيموتش. يلا سير. حبيبيس جاء يا اش هلا. طلع لا 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 لا. قافي يا مسكين وصافي. أصبح الخير عبد الرؤوف. صباح الخير أسي. صباح الخير، كي داير؟ الحمد لله. ناشط. راك ديما ناشط ياك. ديما الحمد مزيان لله. مزيان مزيان مزيان. انا كنشوفك كنفرح ملي كنشوفك ناشط وناشط ديما. ديما ناشط. اقول يا عبد الرؤوف كدير شويه ديال الرياضه؟ الرياضه كدير شويه ديال الرياضه؟ عنديها بعض المرات. اييه بحال شنو اللي عزيز عليك؟ كره اليد، كره القدم، اشنو؟ عزيز عليا كره الفم كشاكيش. لا زعما ما كديرش رياضه من غير هاد الكره هاد الكساكيز؟ شي رياضه هكا؟ ما عمرك درتي شي رياضه؟ بحال اش ما بحال الجري. اي اي لا مني كنا صغار كنا داروا لنا هذاك الجري مني كنا صغار. جمعونا كاع حنا ديال الحومه وجمعونا وقالوا لنا الجري. عملتوا الماراثون. اسمو؟ الماراثون. لا ماشي الماراثون، ما اسمه اسمه؟ الماراثون. لا لا الجري كنقولوا له. الجري ايوا المهم. ايوا نجريو يلاه. وبقينا كنجريو بزاف حنايا. ايوا بزاف. بزاف من 15 عام 16 عام. مزيان. نجريو نجريو وانا بقيت كنجري نجري نجري. مزيان. عادي نجري وانا نتلف.
عود ما نمشي معاهم لهزي دخلت لواحد النادر ومشيت وتلفت ودخلت شي عروبيه كما كنعرفهم وصافني واحد الراجل قال لي مالك وليدي كتجرجروا عليك الكلاب قلت له لا راه دايرين دايرين الكورس دايرين الكورس هو يقول لي دخل 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 مسكين وعركت ايوا جاب لي زيف تمسح العراق وسخان وجابنا واحد القصع ديال البركوكش الزبده بقيت ناكل ناكل وانا ندوخ وانا الناس ياك هما وصلوا معانا لحد انا وصلت مع الاثنين مني وصلت قلت كل شيء فراق وسالا ومشيت وقلت لهم لا انا جريت انا خصي تعطوني شي حاجه ومشيت هذاك المكتب ديالهم كنت غوات ايه وما يعطوني وعطوك شي جائزه عطوني معلم عطوني شي جائزه مزيانه شي فضه شي لا عطوني واحد الكاس كاس مزيان ديال الفضه لا ديال القهوه قالوا نهار اللي تدور بصح حنا نوكلوها لك عاودي عبد الرؤوف والله العظيم الا معاك الضحك انا بعدا كتفوج عليا في الخدمه ربي يخليك مزيان قول لي عبد الرؤوف المهم جيتي بكري قيدت قيدت راه جوج اللي جاوا مع الاثنين شكون هما؟ حبيبيس ايه وانت والله يلا دخلت باقي ما قيدتك ولكن انا راه المدير وعندي بزاف ديال الشغالات ما كنديرها عبد الرؤوف وراه خصك تجي معايا ايوا المهم معليش معليش عباس جا مع الطليان المهم واخا سير بلاصتك واخا سير بلاصتك مزيان تبارك الله انا واقف اوقف الباب ايه والله عباس عباس نعم السي عمر عباس نعم السي عمر الملف السي عمر الملف نعم اش هادشي اللي كنسمعه عاوتاني اشنو السي عمر كيفاش اشنو السي عمر ما عرفتيش اشنو درتي هاد الصباح عاوتاني والو ما درتش شي حاجه انا جيت ما درتي والو انا نورمال نورمال هاك جيتي معطل عاوتاني يا سي لا سي جيت مع 8 ها انت سيدي شوف شوف هنا شنو مقيد واش 8 ولا شنو تما ها هي 9 ناقص ربع اييه حيت سيد ما كيعرفش جيتي مع 9 الله ربع واسي عمر راك عارف دابا مع المراه يلا ولدات والطوبيس وجمعت عليا مشاكل وما بقيش نعاود هذه المره اسمع عباس ماشي تشوفوني مدير ظريف ومتسامح ها وكنبغي لكم الخير غادي نطلعوا ليا فوق راسي انا هادشي راه بزاف عليا واش كتسمع ولا لا صافي غنولي نجي في الوقت غادي تولي سيدي تجيني في الوقت الا بغيتي تجي في الوقت الله يعاوننا ويعاونك صافي نجي في الوقت غادي نكتب لك رابور لصحاب الشركه ويجريو عليك الله يرحم الوالدين هاد المره صافي عمرك ما بقيت عاود لا صافي ما عمرني ما نعاود هادي اخر مره صافي اخر مره اسير بلاصتك ها هو غادي مزيان تبارك الله اجي لناسي اجي عباس عباس انعمس اجي اجي لهنا اجي صوتي هذا هذا صافي مصوب هذا الكوموند صوتي ديال الناس انا كنصوب فيه انا كنوجه كتصوب فيه هذا الشيء راه ماشي معقول فهمتي نزل انا غادي نزل معك نزل 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 عبد الرؤوف عبد الرؤوف نعم اسيدي اجي لنا انا رد البال انا جاي واخا رد البال هنا انا جاي واخا زيد زيد اسيدي اشنو؟ واش شي درتي معاه؟ اش درت معاه؟ قيدت لي 9 لاروب. ايه. وانا جيت مع 8 ونص مقيد 9 لاروب. جيت مع 8 ونص. اه. وعندك ربع ساعة ديال هذاك الوقت الضائع بدل الضائع. جيتي مع بقينا نهضروا هنايا ضيعتي لي الوقت. وحشومة حنا زعما هضرنا معاك وقلنا لك عندنا مشاكل. ماشي شغل انا يكون عندك. المهم ما علينا اجي. اشنو بغيت؟ راه بغيتك لواحد الغرض مهم بلاتي. اشنو هو؟ بلاتي. بلاتي. شوف. اه. دابا انت عارف السي عمر شاد معايا انا الضد إيه؟ والقضيه عندي ماشي تا اللي شي نهار كتب ليا ولا شي حاجه ومالي انا دابا وصوني الناس إيه؟ مشيت عند واحد الفقيه كيعاودوا عليه تقبط له شنو اذا قبط يلعب البوكس لا زعما الناس مجربين ومجرب فقيه 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 صوب لي واحد الحجاب وقال لي دابا من سحار لا فقيه هذا راه فقيه الناس كلهم كيعرفوا كيمشيو عنده رانا خديت من عند الناس الخبار إيه؟ وقال لك اسيدي هاد الصوبلي هاد الحجاب قال لي دابا ما غادي تبقى تخاف من حتى شي حاجه غادي يولي معاك مزيان إيه؟ واخا تجي معطل ما يهضرش معاك إيه؟ وغادي يرقيك ويتهلا فيك إيه؟ وانا بغيتك دابا دير معايا هاد القضيه اشنو هو تاع كتدفع فيا غادي تشد هاد الحجاب إيه؟ وتضرب به السي المدير ثلاثه ضربات على على بين كتاف ومالي انا شغلي
ايوا دابا عارف الراجل مدالية وانا بدا نضرب فيه. ماشي ضرب غير تمسو بحال ما هكا باش الحجاب يدير المفعول ديالو. ضربو انت اخويا ولا برك يلاه سير عاد مني قالك نضربو اش دار ليا باش راه ما نقدرش انا ما نقدرش سي عباس ما كيحملنيش نقرب وانا مالي شغلي انت دابا كتمشي وتجي كتشطب كتضحك معاه ايه نضربو بشويه بشويه وغادي نعطيك 6000 ريال. ما بغيت منك لا 6000 ولا 10 انا سير عاد مني عطيني التيسع ودي عليك سير عاد تخربيق وما العيال اللي مابقاش يسحروا ولا الرجال يسحروا واش غادي دير يا عبد الرؤوف واش غادير كل شيء تقلب راه الضروره الضروره اش غندير اش من ضروره هذا راه عدل شحال صوبتي هاد التخربيق صافي دابا اشوف انت غنعطيك 6000 لا شحال صوبتي هذا صوبتو 20000 ريال 20000 ريال اه نشوف ما فيه تاجن لا داك الشيء راه كتبه راه مصوبه داك الشيء راه كتبه 20000 ريال دابا شوف دابا الله يجزيك انا نقول لك شي راه بغيتي تكتب به دير به شي حاجه انا عندي كنعرف واحد الفقيه هذاك واعر هذا قول اخويا هذاك مشى عنده واحد السيد كاري لواحد اخر كاري ليه واحد الدار بغى يخرجو باش يكريها بثمن غالي قالوا لي في المحكمه كيخلصكش ما يخويش هو يمشي عند هذا الفقيه اللي قلت لك ما عطاش دار ليه وصافي هو يقضي لي الغرض خو الكاري خو مول الدار والكاري بقى لاص لا خويا خلي هذاك الفقيه عندك انت انا بغيت على الفقيه ديالي دابا اش قلتي معايا دابا هذا غير خير غديروا معايا اشناهو غادي تضرب السي المدير ثلاثه ضربات بين كتافه ونعطيك 6000 ريال شحال تعطيني 6000 ريال شحال 6000 ريال 6000 ريال 1000 و1000 و 6000 ريال لا ضيعتيني وراك عارفني انا اجرتي صغيره وما نقدرش نعطيك اكثر تعطيني 5000 ريال اه قالك 6000 خمسة صافي يا سيدي نعطيك 5000 ريال يلا صافي لا ما بغيتهاش علاش قليله شحال بغيتي اعطيني 4000 ريال 4000 ريال ايه واخا سيدي نعطيك 4000 ريال يلا يلا هاك ثلاثه الضربات ثلاثه الضربات بين كتافو بين كتاف فين كتافو بين كتافو هنا هنايا لا حيد يدك هنا قول هنا هنايا هاني ها صافي ثلاثه الضربات ثلاثه الضربات وتعطيني الفلوس نعطيك الفلوس شحال بغيتي 4000 ريال يلا وانا العربوط وصافي دابا ملي غناخذ ما تنكرني لا ما تخاف ذكرتيني انا نقول له رانا اللي رانا اللي ضربتك عندك تقول لي شي حاجه عطيني خلي لك شي بيني وبينك حط راسك يا صاحبي من تمايا اش كدير انت انا لا وسولت على الساعه قال لي الساعه سير لخدمتك الساعه الساعه باقي غير كتسول على الساعه مزيان تبارك الله يلا صاحب الساعه او الى عباد الله شنو هادشي 20 طن ديال السكر بلاصي ديال السكر كلاصي يدير ليها بلاصي مزيان 30 طن ديال الدقيق الحنش اي هاي 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 ما بقاش الحرش ولا حنش ما مالك اش كاين اش كاين سير بلاصتك تشيل ما تدور لقاك اي هاي 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 الدقيق الحنش الدقيق الحرش اي هاي 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 تبارك الله تبارك الله تبارك الله اي هاي 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 التعطال والاغلاط هادشي بزاف هادشي هذا زيد اسيدي ها واحد اي هاي واحد باقي جوج اش يا سي واش عند اش عند السند هادشي هذا هادشي اللي بقى تعلموا فيا البوكس ها اللي حني تمحن مزيان انا السي احمد شحال دار لي هذا راه خصي يدير 350 طن طن ديال دقه هذا واش انت خرج لك العقل ولا مالك على رقبتي انا غادي نبقى في هذه الشركه حتى يخرجوا لي العقل عباد الله انا مني مدير ما شديت كون جي ما دريحت ما اجي 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 لنا اجي اجي لنا اجي اجي لنا اها اها ايه اشنو ما زيد لنا زيد هاني زيد 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 عندي زيد هاني زيد عندي زيد هاني زيد هاني ارا يدك هاي ارا يدك هاي تاع هاي اها هي ها مزيان انا الاخرى عندي غير هادي اعطيني يدك الاخرى خليت تتبن واش غادي تعطيني يدك ولا لا اعطيني يدك يلا اطلق هاي اها معيانا معيانا افتح هاي اياه اها ما كاين والو مزيان ما كاين والو راه يدك شنو هو حتى راه يدك هاي راه يدك معيانا انا اه افتح يدك هاي
ما كاين والو. ارى الاخرى. خلي بالك. ارى الاخرى. خلي غير الاخرى. اعطيني الاخرى. الاخرى وقفات وحده. قلت لك ارى يدك. حل. ما بغاش تحل. افتح. ما بغاش. افتح. مزيان. سيب راسك. هو غادي. اهدى. اشنو هذا؟ سمهاروش. يعني سحور. لا سحورون. مزيان سحورون. مزيان عبد الرؤوف ياك؟ ها وليتي كتسحر ليا. لا سيدي ماشي انا، حبيبي هو اللي قال لي نضرب ثلاثة الضربات باش تولي معاه مزيان. ايوا ما تولي تخاف منه. ما تبقاش تخاصم عليه وما تجريش عليه. وقال لي يعطيني 4000 ريال. اياه. ياك عبد الرؤوف. هو ماشي انا. هذا هو خير سي عمر. ما قلت لك والو. وليتي كتبيعني ب 4000 ريال. لا هو اللي عطاك 4000 ريال، انا ما متسوى عندي تا ريال. هو يا عباد الله. هو اللي عطاك. هو يا عباد الله. هو اللي عطاك 4000. هذا هو خير سي عمر. ماشي انا. وحتى انت طوعتيه وخديتيه من عنده وبغيتي تضربني ثلاثة ضربات بين الكتاف. باش تولي غير باش ما تبقاش مخاصم معاه. اياه. وتاخذ انت 4000 ريال. مزيان تبارك الله. ما كيقرش فيكم الخير. سير برا. سير برا. انا نارك حالت. سير برا. نارك حالت. مزيان وليدي عباس. وليتي كتسحر ليا. اللي نخاف منك. مزيان. عباس. نعم. عباس. نعم سي المدير. تفضل سي عباس. نعم سي. تفضل سي عباس. شي ميل فخر ثاني؟ لا 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 لا. اش وينو بين شي ميل فات؟ تفضل تفضل جلس. جلس سي عباس. انا نجلس. اي هي هي جلس جلس سي عباس. انا بكل صراحة سي عباس انا عيطت لك بكل صراحة، بغيت نعتذر لك على قبيلة غوت عليك بلا قياس. قضية شدات. ما ديش عليا لان هاد الايام هادي ما عرفتش شنو اللي وقع ليا في راسي. لا لا سي عمر. كثرت الصداع وكثرت المشاكل، وكتعرفني انا هنا في هاد الخدمه، انا مني مدير مني موظف مني شاوش، كتعرف هاد الشيء كله سي عمر. لا سي عمر كلشي. الله يخليك الله يخليك، انا بغيتك غير تسمح لي نغوت على القبيله. لا سي عمر لا، المسامحه سي عمر. بارك الله فيك. مسامحه. بارك الله فيك. هادشي هادشي كان كان كان. عفوا عفوا نترجع هيك. ما كاين مشكل سي عمر. بارك الله فيك. حنا خوت سي عمر. خوت اخويا خوت. حنا الخدمه انا مغيز الخدمه. اي اخويا اسمح لي بزاف، اسمح لي بزاف. انت مشكل سي عمر. انا عرفتك دابا واحد الانسان بانك مخلص معايا. بارك الله فيك. كتراعي لي بزاف وباغي لي الخير السي عباس. انا عارف ان القضيه شدات ما كاينش تخرشيش. وهذا شنو هو؟ هذا شنو هو؟ شنو هو؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شنو هذا الشيء؟ شكون هذا الحمار هذا اللي داير هذا الشيء؟ شكون؟ شكون هذا الحمار هذا الكدار هذا اللي داير هذا الشيء؟ ما عرفتيش شنو هذا؟ لا سيدي ما عرفتش شنو هذا الشيء هذا. هذاك سحور السي عباس. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ بالله. شكون اللي داير هذا الشيء؟ شكون اللي كيعمل هذا الشيء؟ شكون هذا الحمار اللي دار هذا الشيء؟ ماشي انا بعدا سي عمر. ماشي انت اللي عطيتي هذا السحور لعبد الرؤوف وقلتي لي باش يضربني ثلاثة دقات بين الكتاف، نعود نبغيك ونحترمك وما نبقاش نغوت عليك ونعطيه هو 4000 ريال. لا سي عمر ما اكذب عليك، انا ما قلت حتى شي حاجة، ما درت حتى شي حاجة. اها انت ما قلتي حتى شي حاجة. إذا عبد الرؤوف كيكذب عليك. يا سي عمر. عبد الرؤوف عمره ما غادي يكذب عليك، أنا اللي كنعرفه مزيان غير نية. وإلا عبد الرؤوف انت غادي تشوف. عبد الرؤوف اجي لنا. نعم. هذا ايه منين جا؟ من عند نينجا. ودابا عباس ها اش غادي تقول؟ ما حشومش عليك. هذا هو السي عمر. ها هذا هو السي عمر اللي كيدير لك يدير الخير. بغيتي تقطع عليا ها؟ ما حشومش عليك سي عمر. دارت بك الايام وليتي كتسحر. ها واش غادي تسحر ليا انا؟ راه تغلبت سي عمر، اش غادي ندير؟ انا اللي هز الحر عليكم مع اصحاب الشركه،
انا اللي باغي لكم الخير وباغي لولادكم. تنوض تسحر لي محشومش عليك. اسمح لي يا سعود. محشومش عليك والله مقعود. عييت ما نسمح ليك والله مقعود. عييت انا غادي نكتب بك رابور صحاب الشركات وتضرق عليا وجاي. لا سعود وجهك تضرق وما تبقاش ما نبقاش نشوفك كتسمع. الله يهديك السعود. ما كاينش اللي دار الذنب يتساءل العقوبه. كيفاش انا نمشي؟ غادي تمشي بحالك. انا نمشي بحالي. هي انا نمشي بحالي. هي غادي تمشي بحالك. انا نمشي بحالي. اش باغي دير؟ انا نمشي بحالي. كيفاش اش باغي دير؟ انا نمشي بحالي اللي قديم هنا. انا نمشي بحالي. العار سي عمر والله ما باقي نعاود. صافي والله ما نبقى نعاود. صافي عادي سي عمر. صافي نوض. صافي غير هادي وبعد مني والله ما باقي نسحر. نوض عطيني سي عمر. الله يرحمه عليك. كيفاش غادي نسمح ليه؟ كيفاش هاد المرة؟ ما باقيش عارف اش غادير. سير قج الفقيه. صافي انا غادي مزيانه عباد الله. ها مزيان باش نعاود سي عمر. صافي هادي اخر مره. صافي اخر هادي اخر مره. اخر مره صافي اخر مره. تسمع ولا ما كتسمعش؟ صافي يا سعود اخر مره. اخر مره صافي. وباقي تعاود الباب وسع من كتاب. ما بقاش نعاود. ولينا في السحور تبارك الله. واش غدير يا سعود؟ زين صافي. الله يرحم والديك. الله يرحم والديك. سير خدمتك. انا سعود. هاجي لهنا. نعم سعود. وبعد هذا الشيء اللي داير لي شحال ديال الاخطاء كي ندير معاه؟ انا اخطاء انا ما كنديرش اخطاء انا. كي غادي ندير مع هاد الاخطاء انا؟ فينا هما؟ ها فينا هما؟ اشنا هي هادي؟ اشنا هي هادي؟ 25 طن ديال السكر بلاصي. لا لا كلاصي 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 ما عرفتش كلاصي 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 هاي كلاصي كلاصي. وهادي وهادي هادي 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 راه 75 طن ديال الدقيق الحرش ماشي الدقيق الحنش. لا الحنش عندنا الحرش. الحرش الحرش عندنا الحنش. صافي صافي الحرش. الحرش 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 صافي عندنا الحنش. كتغلط لي الرمع النواو. وهادي اي ويلي 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 هادي لا ماليف وليدي دير صفيحه. نعم هادي صافي صافي ما بقيش نعاود. السير الله ينعلم خدمه بقى. سير بلاصتك. صافي سي عمر ندير لكم. سير بلاصتك. اجي لهنا. نعم اسيدي. هاك صلح لي هادشي. انا نصلح هادشي. صلح لي هادشي. صافي سي عمر. وانا غادي نهبط معاك باش نشوف هاد لاكومون كي غادي دير ليها. يلا سير هبط. عبد الرؤوف. عبد الرؤوف. نعم اسيدي. اجي لهنا. انا قابل لي انا. واخ قابل لي انا واستفاد داكشي مزيان. صافي صافي. حايد انت هبالي من السلعه. دقيق الحلش. دقيق الفاح. عليكم السلام. الله يخليك سي عمر. وانا واش سي عمر؟ قلب عليك نسول على المسؤول. انا هو المسؤول. اش بغيت؟ ها باغي تخدم؟ لا يلا هدرك هدرك. بلاش اسمح لي. ما هذا بعد من يعطيني. غنفهمك اسي. اسي ما تفهمني. باغي نخدم. باغي تخدم. اش كاين اش كاين سي؟ اش كاين سي؟ واش غادي تقابل لي شغل؟ صافي واه خليني انا مع الخدامه زود لي هاد المشاكل هادي. ما اش بغيتي انت؟ باغي نخدم. باغي تخدم واخا قاري. معلوم قاري وعندي شواهد لا باس بها. ايوا سيدي حنا هنا كنخدموا السطوله. كنخدموا الناس اللي ما قاريش. قول لي كتخبط الرشوة. كيفاش؟ كتخبط الرشوة. الرشوة منوعة وحرام. إيوا سيدي حنا هنا كنخدموا الناس اللي كيخبطوا الرشوة. كتكذب؟ أنا والدي رباوني على الصدق والاحترام. إيوا حنا هنا كنخدموا الناس اللي كيكذبوا. كتغش؟ اش هاد الهضرة كنسمع؟ كتغش؟ ما نغش أنا فليس منا. إيوا حنا هنا كنخدموا الناس اللي كيغشوا. كتعرف إلا كتكذب وكتغش وكتنافق وكتهضر في الناس وكتشد الرشوة تجي تخدم. ما كاين شيء سير تعلم هاد الشيء واجب. وفين غنمشي نتعلمو؟ ها؟ فين غنمشي نتعلمو؟ قلب على شي مقدم يوريك هاد الشيء كل شيء. يلا. يلا. زين. شكون لا لقيتيني كنهضر معاه. بغا يطلب الخدمة كيما ما كاينة خدمة. طفرنا حتى معاكم أنتوما. قاع هو يطلب الخدمة. طلب الخدمة. زيان تبارك الله. انا مشي. سير الباب. واخا سير بلاصتك. انا تبارك الله. طبعا الخدمه خدمه لقى واحد قال قاري هذا مشكله. هذه مشكله. واش من مشكله؟ عبد الرؤوف.
عبد الرؤوف. نعم اسيدي. اجي لهنا اجي. شوف غادي تسمع غادي تمشي تسخر ليا واخا دابا اجي لهنا. باقي كاع ما قلت فين غادي. حقا فين اسمع. غادي تمشي غتشوف ليا واش الغلافات. تشوف ليا الغلافات. الغلافات في درب عمر. ومن تما دوز عند عبد اللطيف سولو قول لي قال لك سي عمر باش يعطيك النمره الجديده ديال التليفون ديالو. فين كان عمر؟ في درب عمر. نسول على عبد اللطيف. اي سول على عبد اللطيف هاك باش تشري شوف الغلافات. واخا يلا شوف دابا تكون عندي. سامي دابا دابا يلا مزيان تبارك الله. هاد النمره هادي شحال وانا نطلب فيها؟ ما كايناش 100% بدلوها 100%. سي عبد اللطيف حتى هو الله يهديه. ما السلام عليكم. عليكم السلام. بلاتيك سي عمر. اييه اهلا وسهلا. سلام. انت هو المسؤول هنا؟ انا هو المسؤول. اييه حتى قبيله جيت وكان قال لي داك السيد اللي كان بان هو المسؤول هنا. شوش شوش ما ديش عليه هذاك يلاه خدم. لا انا هو المسؤول. اش حب الخاطر؟ تفضل تفضل تفضل. اش حب الخاطر؟ وقيلا انت هو اللي خرجتي. اييه مرحبا. اش حب الخاطر؟ لا جيت باش نوب عليك. جيت باش نوب عليا. مزيان. ولكن ولكن انا راه طلبتهم باش يرسلوا. اسمح لي اسمح لي. هاب هي اها اولي. لا 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 سي عبد اللطيف لا انا اللي رسلته باش يجيب لي النمره الجديده ديال التليفون عندي. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. دار لكم الفوضى في الشركه. اقلب الطوابل والغوات. مشكله هذه مشكله هذه. الله يخليك الا ما سمح. لا يلاه خدم يلاه باقي جديد يلاه خدم في الشركه. اي اخويا عبد اللطيف لان عييت ما اتصل بك وبدلت النمره. وانا اخويا اسمح لي كاع داك الشيء اللي دار لكم مسحوفي انا. ايه بارك الله فيك. انا يجي غادي نجري عليه ما عندي ما ندير به انا. بارك الله فيك اخويا عبد اللطيف بارك الله فيك. شكرا اخويا شكرا ميرسي الله يعاونك. هذا شوف جديد هذا يلا خدمته مشى ليا للشركه دار ليا الفوضى فيهم باش يجيب ليا النمره ديال التليفون ديالهم. انت كتشوف ورسلوك هنا باش تنوب علي. انا راه الكونجي باقي ما اجي اجي انت اجي انت اجي انت هاو اجي اجي انا 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 هاو هاو التليفون. انا فين رسلتك دابا فين؟ ما لقيتوش هذاك. شكون هو؟ هذاك درب عمر. كيفاش ما لقيتيش؟ ايه مشيت كنسول قلت له فينا هو عمر قال لي راه جالس. ايه قلت له فينا هو الدرب ديالي قال لي ما عندي درب. معقوله؟ الراجل جالس كيتشمش وكتسولو على درب هو عندي شي درب. قلت له سير لدرب عمر هو اللي غادي يوريني الدرب ديالو. انا قلت لك سير لدرب عمر. ايه باش جيب لي الغلا تشوف لي الغلافات. لا قال لك الغلا باقي. كيفاش الغلا باقي؟ ايه قال لك غير فات العيد الماطيشة غلات كل شيء غلا. يالله عباد يالله عباد. رانا رسلتك باش تشوف لي الغلافات. باقي الغلا اش تقول الغلا؟ واش من غلا اش من غلا؟ الغلافات والغلا باقي باقي باقي. والغلافات الجوايه الاضريفه باش كيداروا البراوات يا عاد خلق الله. وقول الغشاوات. الغشاوات انا عندي استنادر الغشاوات. ورا حنا كنقول لهم الغشاوات. وزيدون مشيتي عند السيد باش جيب لي النمره التليفون. دخلتي وبديتي كتغوت عليهم كتقول لهم عطيني النمره وكتسب وكتقلب في الطوابل وكتهرس الطفايات وكتغوت. وكشك شك خارجين. هذا ما بقاش عبد الرؤوف ولا زلزال. هاي على القلب الطوابل. اي وكشك شك خارجين. كيفاش خارجين مالنا جمال؟ كتعير في الناس وكدير. انا عيت مسطي انت وقيل انا دخلت عنده لقيته جالس قلت له الله يرحمه دابا نهضر معاك قال لي ما مساليش اش خصك انت خاصني الدقيق خاصني السكر الله يرحمه هذيك راه بغيت قال لي بعد مني خليني ما خلاني حتى نهضر والراجل مفتون على الفلوس. قلت انا حاطين جوج صنادق هزيت لي صندوق وخليت لي واحد. ياه حاطين جوج صنادق هزيتي واحد وخليتي الاخر. لا كنت تجيبهم لي بجوج. مشي نجيبهم. راجل هنا واش انت احمق ولا مالك؟ واش خرج لك العقل؟ واش انا رسلتك عند الناس باش تنوض لي الفوضى؟ واش الناس انا كنتعامل معاهم؟ تاش من فوطه ولا فوطه؟ انا كنتعامل مع الناس وكنبيع ونشري معاهم في الكرو وتمشي انت تحشمني معاهم ها؟ هذا الشيء اللي بقى ليا. واش حشمتك انت؟ واش عباد الله انا قبلت عليك خدمتك ما قاري ما عندك صنعه ما والو تنوض لي هذا الصداع كله؟ طنز القرايه القرايه قلت للنادي قول لي ما قاريش النادي عيرني بالقرايه. انا بغيت نقرا ما بغى يقريني حتى واحد. اش قال ما بغى يقريك حتى واحد؟ من بدينا كنقراو جابوا لنا واحد العستاده يلا قرات لنا شهر
ومشى تزوج وما يفرقونا على الاقسام. كملت الزواج ديالها رجعت قراتنا لي 15 شهر بدات كتقيم انا كتوحم. مشات فرقونا تاني على الاقسام رجعت تاني كرشه قد الكره الارضيه. مالها قلت ساعات انا قرات 12 شهر مشات تولد فرقونا تاني على الاقسام. دازت عاوتاني جات بدات كتقري فينا تاني حقا خصتي ترضع ولدها. هي ما كتشربوش الحليب ديال بقر ولدها قرا وحنا بقينا بقر. اسمع عبد الرؤوف انا ما كندير لك حتى شي حاجه الخدمه اللي كتعطي لي لك غادي تخدم معايا هو هذاك من المعقول. ها هو بدا صافي يلا ها هو بدا يدير معايا. مالك ما قطع الناس كتراقي مالك ما بغيتش صافي لا صافي دي ماريت دابا دي ماريت انا ما كنديش او صافي لا وصافي برد لا لا ما كنت تجي حاجه تجي عليا صافي خدمت معاك سيمانات كنحترمك كنجي قبل خدامه وانت والله ودي انت اش كدير هنا بعد انا نخرج اش خرج يدير السربيس بحال العباد الله واش انت حمق ولا مالك قدام كتفرج فيا انت كتزري على واحد اسمع سي هذاك اللي كتشوفيه راه هو اللي غادي يولي مدير هنا هذا اللي راه الغيال هذاك يا لا مدير تفضل تفضل اسمح لي يا سيدي نوضح واحد النقطة. نعم راني جيت غير باش نوب عليك حتى تجي من العطلة ديالك. تنجي من العطلة ديالي ولكن كيفاش تنجي من العطلة ديالي وانا كنطلب اليوم باش يجيبوا مدير جديد وهذه انا بزاف الخدمة عندي بزاف. راه الإدارة عيناتك بان تولي انت هو مدير ديال هاد الشركة. مدير ديال هاد الشركة؟ إيه انت هو مدير ديال هاد الشركة وان شاء الله راه غادي يجيبوا كتيبة باش تنوب باش تساعدك في العمل. أول خبر كنسمعو مزيان شكرا بارك الله فيك. عبد الرؤوف بارك لي الله يرضي عليك بارك لي وليت مدير وليت مدير وليت مدير ولكن تخدم معايا مزيان كتسمع ولا لا؟ بارك الله فيك احسن خبر سمعته من نهار بديت الخدمه. الا سمحتي وتوضعتي غادي تنزل معايا نوريك الخدامه. لا خلي انا كنعرف من الخدامه ياك. يلا تفضل اشد يلا سير. تبارك الله عليك تفضل تفضل يلا تقدم خل خل قدم. قدمت لكم فرقة عبد الرؤوف مسرحية إنتاج المدير. صافي مرحبا بالحضور الكريم. قدمت لكم فرقة عبد الرؤوف مسرحية إنتاج المدير. المسرحية من تأليف وإخراج عبد الرحيم التونسي. كان في دور المدير حراقة واحد ما تخلي كلمة تخلي ولا خير قام دور سكيري وصويلح صويلح. أما الموظف الجديد فهو حسان.